تفسير قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى في سورة طه. من معاني الاهتداء هو الاهتداء إلى ولاية أهل البيت. من معاني الاهتداء هو الاهتداء إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام، والاهتداء إلى الإمامة ومعرفة الإمام عليه السلام. وعلى هذا يأتي احتمال، لاحظ نؤكد على أننا نتحدث على نحو الاحتمال، على نحو الأطروحة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن قلنا بدون تكفير، بدون سفك دماء، بدون فحش، بدون انتهاك أعراض وسلب ونهب الأموال والممتلكات. إذن نقول أقول من معنى الاهتداء هو الاهتداء إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام، والاهتداء إلى الإمامة ومعرفة الإمام عليه السلام. وعلى هذا يأتي احتمال وترجيح أن حديث الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم كان عن ولاية أهل البيت الأطهار وعن الإمام وولاية الخليفة الإمام عليه السلام. ومن هنا جاء التصنيف القرآني للمشمولين بالخطاب، فقابل بين صنف الذين طبع على قلوبهم وبين صنف الذين اهتدوا. لاحظ عندما نتحدث قبل قليل ذكرنا قلنا عندنا توبة وعندنا إيمان وعندنا عمل صالح، بعد هذا يأتي الاهتداء. إذن عندما يكون الحديث في الاهتداء فقد سبق الاهتداء التوبة والإيمان والعمل الصالح. وقمنا الكلام مع من؟ مع صحابة، يتحدث مع صحابة، يجلسون يسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمعون الكلام فيخرجون ويعترضون وينافقون ويجحدون ويكفرون. أقول عن الطبري في تفسيره، يقول الطبري وقال آخرون بما يقول سمعت ثابتا البناني يقول في قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال ثابت إلى ولاية أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه وآله وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن الطبري يعطي هذا الاحتمال، يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لاحظ ولاية أهل البيت سلام الله عليهم تأتي بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح، هي توفيق من الله سبحانه وتعالى. فمن رزقه الله أن يكون في عائلة، في مجتمع، في مكان، في أرض، في ولاية تعتقد وتلتزم بولاية أهل البيت سلام الله عليهم، بغض النظر عن عنوان تشيع أو تسمي شيعة أو سنة، فهذه نعمة من الله، هذا فضل من الله، فعلينا أن نشكر النعمة، علينا أن نلتزم بنهج أهل البيت، علينا أن نلتزم بالولاية الصادقة التي أنعم الله بها علينا، أن نكون زينا لهم لا شينا عليهم. باء عن القرطبي في تفسيره أيضا يقول وقول ثامن ثم اهتدى في ولاية أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول قاله ثابت البناني.